السلام عليكم. أني مجرد استفسار في أقل من دقيقة سيد الرئيس، وكأن قبلي الحكومات اللي مرت على تونس الكل جايتهم على عنهم العرى. السيد وزير تجهيز عملنا أوترود في صفاقس، مشينا عملنا في جربة، معنا السليانة، مع كامل احترامات الولايات الكل يستاهلوا. قبل ليش بك ما ذكرتهاش؟ عندنا من دوز للفوار للمطروح الحدود الزرية حموم وردوم ما تمشيش فيه كتكات، ما عندناش كراهب، ما عندناش عباد يسكنوا غادي، برمجة. عندك دوز الفوار المطروحة برمجة تو اكتبها قدامك. اشبيها قبل من سبع تونس نعملوا دولة وحدنا؟ والله جننتوني من 60 عام واحنا ننادوا قبل لي راهي تبع تونس، قبل لي راهي ولاد تونس، وانت قولوا لنا ماكمش تبعينا تنعملوا دولة وحدنا. اخويا تشين الحالة هذه؟ كل ما نسمع نسمع الولايات الكل الا قبل لي. ليش حقينها قبل لي؟ اعطانا شهداء، اعطانا الدكتور جامعي في 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 دوز تضرب بالكرتوش في راسه يسوى 100 واحد. يزيكم عاد قبل لي بعد لازم تتبرمج في الطرق هذه. السياره زاده من من دوز قبل لي سوق لحد الطوزر سمح. اما قبل دوز الفوار المطروح يتبرمج وفي البرمجه هذه زاده. والله ما تخلونيش نخرج من عقلي يا عباد ربي. السلام عليكم. سيد النائب، ان كنت اثمن فيك حقيقه حرصك على جهتك وانك تبلغ صوتها، نذكرك ونذكر نفسي بحسن الطلب وحسن المطالبة. رأوا ما شاء الله إحنا في مجلس وطني تأسيسي، مجلس تشريعي، ثم لغة لازمنا نعرفوا كيفاش نستعملوها. سمعتك يا سي إبراهيم، سمعتك فأسمعني، ريت تو أدب بالحوار ما بيناتنا. أنا سمعتك سيد الكريم. لا طبيعتنا نلينوها شوي ونتحكموا فيها. إذن اسمح لي سيد النائب، أوصيك وأوصي كل نفسي وكل ناس، هو حسن الطلب. وراو ثم كلام كيما جتهم على العين جنسي كيف ذلك قلتها، راو ما يليقش بمجلس كيما مجلسنا. أما برغم اللي هي مش نقطة نظام وصلت سي إبراهيم، أما الرجاء المرة جاية نعرفوا كيفاش نتكلموا وكيفاش يكون خطابنا، سواء اللي كان مقابلنا وزير